أحسن عليكم شيخنا الكريم. شيخنا، في سؤال لأختنا أزهار من اليمن تقول: حكم حضور الزواجات التي فيها أمور محرمة؟ العلماء نصوا على أنه يجب على الإنسان إجابة الدعوة، إجابة الدعوة إلى الوليمة، وليمة العرس خاصة. فيجب على الإنسان إذا دعي إلى وليمة بشروط معروفة عند الفقهاء وخصص بالدعوة أن يجيب، لكنهم استثنوا في ذلك ألا يكون فيها منكرا لا يستطيع تغييره. والمنكرات تختلف، فقد يكون المنكر يعني متفق عليه وظاهر، وقد يكون المنكر يعني ليس محل اتفاق. والآن الآلات الموسيقية الموجودة أو الأغاني وبعض الشيلات وبعض الطق الموجود وبعض الأشياء هذه في الأعراس قد لا تكون محرمة، يعني قد يكون هناك بعض الغناء المباح، والنبي صلى الله عليه وآله وسلم أذن بالغناء المباح ورخص فيه، بل إن أكثر العلماء يستحبون بعض اللهو في الأعراس. أكثر علماء المسلمين، وهذا نص عليه النبي صلى الله عليه وسلم، يستحبونه، وعلماء الحنابلة يقولون يسن إعلان النكاح والضرب عليه بالدف، يعني الضرب الدف أو آلة اللهو الخفيفة في الأعراس مستحب ومسنون. وبهذا فإنه بعض الناس قد يعتبر أي صوت وأي شيء قد يعتبره موسيقى وقد يعتبره منكر، وهو في الحقيقة أمر ليس كذلك. والتوسعة على يعني على النفس بالأعراس والمناسبات الفرح، يعني مثل الأعياد، النبي صلى الله عليه وسلم دخل على عائشة وعندها جاريتان تغنيان في يوم العيد، وكان عندها النبي صلى الله عليه وسلم جالس، فدخل عليها أبو بكر رضي الله عنه قال: مزمارة الشيطان في بيت رسول الله، يعني أنه غناء. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: دعهما. وقال صلى الله عليه وسلم: لتعلم يهود أن في ديننا فسحة. فالدين في تشريعه فيه فسحة، إذا احتاجت النفس إلى الفسحة مثل العرس مثلا الزواج، يحتاج الناس إلى إظهار الفرح، إظهار السرور، هم مبتهجون بهذه المناسبة، بهذا اللقاء الذي حصل بين الأسرتين، بما حصل للزوج من بيت جديد وسعادة وتوفيق، فيظهرون هذه البهجة بهذا النوع من اللهو والفرح المأذون به المرخص به في الشريعة. نعم.